الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر الدائم على دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده. وزير التنمية المحلية يؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة. اليوم بريطانيا تستضيف قمة الدول الصناعية السبع الكبرى لبحث توزيع لقاحات كورونا. الثانية عشر ظهراً العاشرة في غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. أهلاً بكم، والبداية مع نهى درويش. أهلاً بك نهى. أهلاً بك إيمان. أهلاً بكم مشاهدينا. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه شرف باستقبال أخيه عبد الحميد البيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة. وأشار الرئيس السيسي على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه جرى التشاور حول أهم القضايا المشتركة بين مصر وليبيا، وحرص مصر الدائم على دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته. وخلال استقباله رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد ربيبة، أكد الرئيس السيسي أن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود وسواعد أبنائها ورجالها المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة. استقبل السيد رئيس عبد الفتاح السيسي السيد عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الليبي أعرب عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، معرباً عن تقدير واعتزاز بلاده للجهود المصرية الصادقة والفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلاً عن دعم مصر للمؤسسات الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة. كما أكد السيد دبيبة أن ليبيا حكومة وشعباً تتطلع إلى إقامة شراكة شاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج ناجحة من تجربتها التنموية الملهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية بقيادة ورؤية السيد الرئيس، خاصة فيما يتعلق باستعادة الأمن والاستقرار وانطلاق عملية التنمية والإصلاح. من جانبه رحب السيد الرئيس بالسيد دبيبة في بلده الثاني مصر، مجدداً سيادته التهنئة للقيادة الليبية الجديدة لحصولها على ثقة أعضاء ملتقى الحوار السياسي ممثلي الشعب الليبي، بما يعد بداية مبشرة لمرحلة جديدة تعمل فيها كافة مؤسسات الدولة الليبية بانسجام وبشكل موحد على نحو يرفع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات. كما شدد السيد الرئيس على حرص مصر للاستمرار في دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده وتثبيت دعائم السلم والاستقرار لصون مقدراته وتفعيل إرادته، وأن المرحلة الحالية تتطلب حشد ليبيا لكافة جهود وسواعد أبنائها ورجالها المخلصين من أجل ترتيب أولويات التحرك والعمل تجاه المجالات المختلفة، بدءا باستعادة الأمن ومرورا بتثبيت أركان الدولة، ثم وصولا إلى الشروع في المشروعات الخدمية والتنموية ذات المردود المباشر على أبناء الشعب الليبي الشقيق،
مؤكدا سيادته استعداد مصر الكامل لتقديم كافة خبراتها وتجربتها في خدمة الأشقاء الليبيين، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود الليبية خلال الفترة المقبلة لقيادة المرحلة الانتقالية وأفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لمساندة الجانب الليبي في المسؤولية التاريخية في تلك الفترة، حيث تم التوافق على تبادل الزيارات على مستوى المسؤولين التنفيذيين لنقل الخبرة والتجربة إلى الجانب الليبي والتشاور بشأن كافة القطاعات التي سيتم التعاون فيها، خاصة على مستوى الخدمات واستعادة الأمن، إلى جانب التعاون الاقتصادي وكذلك تأهيل الكوادر الليبية في مختلف المجالات. رحبت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد بدبيبة لمصر في أول زيارة خارجية له للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي بيان لها أشارت التنسيقية إلى أن تلك الزيارة تعكس تقدير الحكومة الليبية للمساعي المصرية في الحفاظ على وحدة الصف الليبي وحماية ليبيا من أي مخطط خارجي لتقسيمها أو لبث الفتنة والفرقة بين شعبها بكافة أطيافه وانتماءاته، وتأكيدا على الريادة المصرية عربيا وإفريقيا، وأن الأمن القومي الليبي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، موضحة كذلك أن الزيارة تؤكد أثر السياسة المصرية الثابتة والمتمثلة في دعم خيارات الشعوب الحرة في الاستقرار ودعم مؤسساتها الوطنية من خلال الحلول السياسية على أسس وطنية. استضافت مصر العديد من اللقاءات التي جمعت قوى سياسية وممثلين ليبيين في إطار المحاولات لإيجاد حل للأزمة بأيدي الليبيين أنفسهم. وحاليا يتجه الدعم المصري لمساندة ليبيا في عبور المرحلة الانتقالية الجديدة وصولا إلى الانتخابات. انطلاقا من علاقات تتسم بالخصوصية التاريخية بين الشعبين، تواصل مصر ومؤسساتها بقيادة الرئيس السيسي جهودا محمودة لا تنقطع لتحقيق الاستقرار في ليبيا ووحدة أراضيها. فأنا بس عايز أرجع مرة تانية وأقول إحنا كلنا لا نبغي إلا استقرار الدولة الليبية، وحدة الدولة الليبية، لا تقسيم ليبيا على أي شكل من الأشكال. وإحنا ملناش في مصر أي مصلحة غير في استقراركم وفي وحدتكم. إحنا مش عايزين حاجة، اسمعوا مني الكلام ده، احنا مش عايزين منكم حاجة وليست لنا مصالح في كده. وانا بأكد لكم ده عشان تبقوا سمعتوها مني، عشان انتوا كمان تنقلوا ده لناسكم. مصر أشقاء لكم وانتم أشقاء لنا، أمنكم وسلامكم هو أمننا وسلامنا، استقراركم هو استقرارنا، نموكم هو نمونا. ومنذ سنوات يتمثل حضور مصر بقوة في جهود حل الأزمة الليبية، حيث استضافت العديد من اللقاءات التي جمعت قوى سياسية وممثلين ليبيين في إطار المحاولات لإيجاد حل للأزمة بأيدي الليبيين أنفسهم. وكانت الغردقة شاهدة على محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 خلال اجتماعات دارت روحها في نهاية العام الماضي، وخرجت بتوصيات كانت نواة اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته اللجنة في جنيف بسبتمبر الماضي، وهو أبرز إنجاز حدث خلال الشهور الماضية في الساحة الليبية. وانطلاقا من المسؤولية التاريخية، يتجه الدعم المصري في الوقت الراهن لمساندة ليبيا في عبور المرحلة الانتقالية الجديدة وصولا إلى الانتخابات، وهو ما عبر عنه الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، اللذين أعربا عن تقديرهما للرئيس السيسي والشعب المصري للوقوف بجانب الليبيين في إدارة المرحلة الانتقالية. يد العون التي تقدمها مصر كانت أيضا موضع إشادة المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، التي أثنت على الجهود المصرية لحلحلة الأزمة الليبية والعبور بالدولة الشقيقة إلى الاستقرار.
مصر تواصل جهودها لرعاية العملية السلمية في ليبيا ووقف إطلاق النار بها بحكم علاقات التاريخ والجوار، دون أن يكون لها أي أطماع سوى مصلحة الشعب الليبي. تعتبر مشكلة الزيادة السكانية قضية مجتمعية وقومية وتقتضي التوقف عندها ومعالجتها، وبخاصة أن قدرات أي دولة تتراجع أمام التهام هذه الزيادة لثمار التنمية الاقتصادية وتجعلها تستغرق الكثير من الوقت لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة. الزيادة السكانية قضية مجتمعية وقومية تقتضي أن يتم التوقف عندها ومعالجتها، وبخاصة أن قدرات أي دولة تتراجع أمام التهام هذه الزيادة للثمار التنمية الاقتصادية. هي تحد للدول سواء المتقدمة أو النامية، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تجديد تحذيراته من أن استمرارية معدلات النمو السكاني على وتيرتها الحالية لن تتيح للمواطن الشعور بأي تحسن في الأوضاع المعيشية. في إنفاق حقيقي مناسب ليكم، يعني لو أنا 100 مليون النهاردة، أنا بقول لكم الرقم المناسب لل 100 مليون هو تريليون دولار، يعني كم بالجنيه المصري؟ تقريبا 16 تريليون جنيه، مش كده يا دكتورة؟ ده الرقم اللي هو يتناسب مع عدد سكاننا. طب لو الرقم ده مش موجود، يبقى لازم تعرفوا ان ده هيؤثر على كل القطاعات بشكل سلبي، ولن تجدوا ما تتمنوه. وعشان كده لما انا قلت مرة من سنة يمكن ولا اكتر، قلت ان النمو السكاني ده امن قومي، لان هو في الاخر بيخلي الناس تبقى مش راضية، ودام المواطن مش راضي هيبقى مستفز، وممكن حد يعبز بعقله ويقول له ان انت اللي انت فيه ده هو عيب دولة، هي عيب حكومة، لكن اللي احنا فيه ده هي ظروف حالتنا. في بسيط القول، هي عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات المتاحة، وتشكل تحدياً للدول سواء المتقدمة أو النامية، ما جعلها الشغل الشاغل للساسة والاقتصاديين عبر العصور. لها العديد من الآثار السلبية، حيث تعرقل جهود الدول في تحقيق التنمية المستدامة، كما يترتب عليها زيادة المخصصات العامة للإنفاق على الخدمات، إلى جانب الصعوبة التي تواجهها الأسر في رعاية الأبناء مع انخفاض مستواها المعيشي. ومن شأن الحد من الزيادة السكانية رفع متوسط الدخل الحقيقي للفرد وإتاحة مزيد من الخدمات للمواطنين، حيث تخفف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة. الإحصاءات تظهر الأزمة السكانية في مصر، والتي سجلت في عام 1800 نحو 5,200,000 نسمة، ليصل إلى 20 مليوناً عام 1950، وتتضاعف إلى 40 مليوناً في عام 1978، أي في أقل من 30 عاماً. هذا الرقم تخطى حالياً 101,530,411 نسمة، وتكمن مخاطر استمرار معدلات النمو السكاني على هذا المنوال إلى ارتفاع عدد سكان مصر إلى ما يقرب من 120 مليون نسمة بحلول عام 2030، وما يقتضيه ذلك من خدمات صحية وتعليمية وبيئية بدلاً من تحسين جودة الموجود منها بالفعل. عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية اجتماعا لمتابعة موقف التنسيقات الجارية لبدء التنفيذ بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد شعراوي على تكليفات الرئيس السيسي المتعلقة بأهمية الانتهاء من مرحلة الدراسات والتصميمات
والتنسيق الميداني والبدء الفوري في عملية التنفيذ بالقرى الجاهزة بكل مركز، على أن يتم البدء بمشروعات البنية الأساسية كمشروعات الصرف الصحي وما يرافقها من مشروعات مد وتدعيم وإحلال وتجديد مياه الشرب ومشروعات الغاز الطبيعي والاتصالات، مشيرا إلى أنه سيتم بالتوازي البدء في تنفيذ مشروعات مجمعات الخدمات التي وجه الرئيس بتنفيذها بكل وحدة قروية ومشروعات المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب. وشدد شعراوي على أهمية هذا المشروع القومي الهام الذي يمس حياة المواطنين في القرى المصرية، لافتا إلى أن هذا المشروع يحظى باهتمام ومتابعة من الرئيس السيسي، كما يتابعه يوميا رئيس مجلس الوزراء مع كافة الوزارات والجهات المشاركة في عمليات التنفيذ. أطلقت مؤسسة حياة كريمة منذ إنشائها عدة مبادرات هدفها بناء المواطن المصري والتصدي للفقر، فضلا عن إقامة مشروعات متناهية الصغر وتعليم ورعاية الأطفال والأيتام. وتواصل المؤسسة دورها الفعال لخدمة المصريين في مختلف المحافظات. المزيد عن مؤسسة حياة كريمة مع زميلة ليلاس كافوزي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العرض عن مبادرة حياة كريمة ودورها في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين. فمبادرات عدة أطلقتها مؤسسة حياة كريمة غير الهادفة للربح، حيث تم إنشاء هذه المؤسسة كمظلة للشباب المتطوع لمتابعة وتقييم أداء المشروع القومي حياة كريمة. وتهدف هذه المبادرة إلى التدخل لتنمية وتكريم الإنسان المصري، بالإضافة لمبادرات مثل التصالح حياة، رد الجميل، وكذلك مبادرة حماية. وكانت ولا تزال مؤسسة حياة كريمة تبذل كافة جهودها لإحياء قيم المشاركة المجتمعية، مع التركيز على بناء المواطن المصري والتصدي للفقر متعدد الأبعاد، وكذلك المساعدة في إقامة مشروعات متناهية الصغر وتعليم ورعاية الأطفال والأيتام وتأهيل وتدريب ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة كذلك من خلال العديد من المبادرات. وتعد من ضمن هذه المبادرات مبادرة التصالح حياة، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم إطلاقها خلال سبتمبر الماضي في 20 محافظة. كما رصدت مؤسسة حياة كريمة 150 مليون جنيه لدعم إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بهدف مساندة الفئات الأكثر احتياجا ودعم استقرار المواطنين في منازلهم، وكذلك التخفيف من تداعيات تنفيذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء على محدودي الدخل. أما مبادرة رد الجميل مشاهدينا الكرام فجاءت في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، وذلك في دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى الحياة الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا، وذلك في جميع محافظات الجمهورية. حيث بدأت مبادرة رد الجميل مرحلتها الأولى في أبريل الماضي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أما المرحلة الثانية فكانت بالتعاون مع صناع الخير، فيما جاءت المرحلة الثالثة من قبل مؤسسة حياة كريمة. هذا وتم توزيع نحو أكثر من 53 ألف صندوق حماية اجتماعية بعدة محافظات، شملت أسيوط، المنيا، الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، كذلك الفيوم والسويس والبحر الأحمر. مشاهدينا الكرام استعرضنا لكم مؤسسة حياة كريمة ودورها في التخفيف العبء عن كاهل المواطنين. شكرا لكم لحسن المتابعة وفي أمان الله. قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة إن شهر مارس المقبل سيشهد الانطلاق الفعلي لمبادرة مصرية بمئة راجل، كونه شهر المرأة، بعقد لقاءات افتراضية تستهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة المرأة المصرية في دعم المبادرات والقضايا الوطنية للدولة. وأشارت إلى أن المبادرة تأتي انعكاسا لتقدير الدولة الشديد لدور المرأة المصرية بالخارج داخل مختلف المجتمعات الأجنبية. هذا وأضافت أن إطلاق المبادرة جاء تلبية لرغبة عدد كبير من المصريات بالخارج للمشاركة في دعم الدولة والدفاع عنها خارجياً،
بالإضافة إلى البدء في دمجهم ضمن مبادرة أصلق الطيب المعنية بمشاركة المصريين بالخارج في تطوير القرى المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة. قرية النجوع بمركز إسنا جنوبي محافظة الأقصر واحدة من 34 قرية في المحافظة، دخلت المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وتعد القرية واحدة من أكثر قرى الصعيد فقراً، وظلت لعقود محرومة من الخدمات الأساسية وتفتقد للبنية التحتية الضرورية للعيش الكريم. وأعرب أهالي القرية عن سعادتهم بدخول القرية ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة. من أكثر القرى فقرا وحرمانا، فيها المشكلة الأساسية أن لا توجد بريد مهدوب، وجات طوروا برضو الوحدة الصحية وسيبوا مبنى طوروه حتى الآن، والصرف الصحي ما وصلش الوحدة الصحية حاليا. المدرسة دي لا يوجد بها صرف صحي. الصرف الصحي اشتغل بنسبة ضئيلة جدا، الناس اللي ساكنة على الشارع العمومي جسر طراد النيل هي اللي انتفعت، أما باقي النجوع 90% ما انتفعش من صرف الصحي. فعاوزين استكمال الصرف الصحي والغاز الطبيعي حضرتك، والأعمدة في الشوارع كثيرة محرومة، وفي أسلاك كهرباء متهالكة، المية فيها مشاكل كثيرة. النهارده بتكسر خط تلقى المية يومين بطالة، ليه ما نعرفش السبب؟ يقول لك لما نجيب مواسير. أكتر حاجة محتاجها البلد هنا عايزين مكان الصرف، الناس اللي بتخطب المعاشات والحاجات زي كده بيبقى فيه زحمة أيام أول الشهر وثاني الشهر، الأسبوع الأولاني في الشهر بيبقى فيه زحمة، عايزين مكان الصرف تكلمنا عليها بدل مرة 10، تمام. عايزين هنا اهم حاجه كمان اكتر حاجه عايزين سجل مدني. قصر الثقافه، لو انت حضرتك رحت صورت عند قصر الثقافه قدام هتلاقي اصلا لا لي سور ولا مفعل. المبادره الجميله لان احنا ما خدش حد مفتكرنا، احنا لنا 20 سنه 30 سنه قاعدين، صرف صحي ما فيش ولا اي حاجه، لولا سياده الرئيس ما كانش يعني حد افتكرنا. دي مبادرة جميلة جدا واحنا مبسوطين بيها وعاوزينها تتحقق عندنا. لا المبادرة والله دي شيء يعني احنا على مستوى الجمهورية مش مستوانا احنا، فرحانين بيها لينا احنا والغيرنا، ومبسوطين بيها لينا احنا والغيرنا. ليه؟ لان الغير مستفاد واحنا مستفادين. يا ريتها كانت بدري للجيل اللي جاي ولجيلنا كان حقها. ان شاء الله المبادره تكون سليمه وحلوه ان شاء الله، بس ينظرونا بعين العطف كده ويبصوا علينا، بس يعني يبقى ايه على ارض الواقع، الشغل على ارض الواقع. لا المبادره جميله، ما نقدرش نتكلم عن المبادره، وفي ناس كانت مسؤوله من فتره هنا وقالوا حيعملوا، احنا بس عايزين على الطبيعه نشوف الحاجات دي تتفعل على الطبيعه. وصلت القافلة الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى وادي فيران التابع لمدينة بورديس بمحافظة جنوب سيناء. تتضمن هذه القافلة توقيع الكشف والفحص الطبي على الأهالي والمناطق المجاورة بأبورديس في عدة تخصصات طبية، إلى جانب عيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء. وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان. يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجاً. قال وزير الخارجية اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك في لقاء خاص مع إكسترا نيوز إن فرص إحلال السلام في اليمن كانت متاحة وحاضرة، ولكن كثيرا ما تظهر المعوقات في الطريق، مشيرا إلى أن اليمن كان قاب قوسين أو أدنى لتوقيع اتفاق سلام شامل في الكويت، ولكن في اللحظات الأخيرة خرق الحوثيون هذا الاتفاق. بالتأكيد الفرص دائما كانت متاحة، والأمل في توصل اليمنيين إلى الاتفاق دائما كانت حاضرة، لكن دائما كانت ما تظهر كثير من المعوقات تجاه فرص السلام. نحن
كنا في الكويت بعد أكثر من 120 يوم قاب قوسين أو أدنى من توقيع اتفاق سلام شامل، لكن في اللحظات الأخيرة هربت ميليشيا الحوثي من تلك الالتزامات. اليوم في ظل التطورات في المشهد الدولي هناك الكثير من الدعاوى والمبادرات باتجاه تحقيق السلام الذي تفاعلنا وسنتفاعل معها بشكل إيجابي، لكن بالتأكيد لا يمكن لهذه المبادرات أن تنجح دون أن تأخذ بنظر الاعتبار العوامل الداخلية، الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة، لهذه الحرب، سميها ما شئت. لكن بالتأكيد الوضع في اليمن ليس نتاج لكارثة طبيعية، المشهد الإنساني الذي يتم الحديث عنه كثيرا، الوضع في اليمن ناتج عن إشكال سياسي قائم وعن اختطاف للدولة وعن تدخل إقليمي من قبل إيران تحديدا في الصراع في اليمن. لذلك دون أخذ نظر الاعتبار هذه القضايا أعتقد سيكون المشهد أكثر صعوبة، لكن بالتأكيد هناك فرصة تروح بالأفق سنتعاطى معها بكل مسؤولية. وأكد وزير الخارجية اليمني دكتور أحمد عوض بن مبارك في لقاء خاص مع إكسترا نيوز أن مصر رئة كبيرة لليمنيين يتنفسون بها، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية، وبفعل الأزمة الحالية يوجد كثير من اليمنيين في مصر للدراسة والعلاج والاستثمار. مصر علاقتها باليمن علاقات تاريخية، يعني امتزج الدم اليمني بالدم المصري بالدم اليمني في أهم معارك اليمن الكبرى، وتحديدا في معركته ضد الإمامة وتثبيت النظام الجمهوري. ومنذ هذه الأيام وعدد كبير من القيادات السياسية اليمنية درسوا في مصر أو يعني تعلموا على أيدي أساتذة مصريين في المدارس المصرية. بفعل الأزمة الحالية تواجد عدد كبير من أبناء اليمن في جمهورية مصر العربية لأغراض الدراسة، أو جزء كبير منهم أتوا برؤوس أموالهم وأقاموا مؤسسات اقتصادية كبرى ومصانع وشركات يعني في السوق المصرية، وبعضهم للعلاج وبعضهم يعني لأغراض شتى. بالتأكيد اليمني لا يشعر بأنه غريب في 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 في, في مصر، ومصر بلد ثقافة ووجدانا وقريبة جدا من المواطن المصري. لذلك نحن يعني نلقى كل عناية ورعاية من قبل الأشقاء في مصر. وأنا التقيت يوم أمس قبل أمس بمعالي الأخ سامح شكري وزير الخارجية المصري، وتناقشنا في هذه القضايا وتناقشنا في كيفية يعني تعزيز هذا الأمر وتقديم مزيد من التسهيلات في هذا الأمر. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مشيرا في أول كلمة له بعد عودته من رحلة علاجية في الخارج أنه سيتم إعلان إجراء تعديل وزاري في البلاد خلال الساعات القادمة ويشمل القطاعات المقصرة، مضيفا أن الجزائر انطلقت في معركة تغيير المؤسسات ومراجعة الدستور. في أول خطاب له بعد عودته من العلاج في ألمانيا، اختار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الشهيد في الجزائر ليطل على مواطنيه، ليعلن حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ويتحدث عن تعديل وزاري خلال ساعات يطال المقصرين. قررت باش نحل مجلس الشعب الوطني الحالي، وسنمر مباشرة من بعد إلى انتخابات لتكون خالية من المال، سواء كان فاسد وغير فاسد، تفتح أبوابها للشباب. وقلت أن الشباب باش يكون عنده ضلع ويكون عنده وزنه السياسي لازم يقتحم المؤسسات السياسية. ومنذ وصوله إلى السلطة في 12 من ديسمبر 2019 عبر تبون عن إرادته في الإصلاح لوضع أسس جزائر جديدة، لذا كان التعديل الوزاري أمرا متوقعا بعد عودة الرئيس الجزائري من رحلة علاجية في ألمانيا، نظرا إلى أن أداء بعض الوزراء في حكومة عبد العزيز جراد لم ينل إعجاب تبون. وبالنسبة إلى الانتخابات التشريعية، تعهد تبون بإجراء انتخابات خالية من المال الفاسد ومفتوحة للشباب، ومنع الرقابة الإدارية على الانتخابات وإسنادها إلى الهيئة المستقلة للانتخابات التي لا يمكن لرئيس الجمهورية التدخل في صلاحيتها لتفادي كل شبهات التزوير. وبمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي في الجزائر، أعلن تبون الإفراج عن معتقلين سياسيين منهم من صدرت في حقهم أحكام قضائية. رسائل تبون
تأتي في وقت تعاني فيه الجزائر مثل باقي دول العالم من تداعيات فيروس كورونا المستجد اقتصاديا وصحيا، إلا أن الرئيس الجزائري أعلن أن بلاده ستبدأ بعد 6 أو 7 أشهر تصنيع اللقاح المضاد لكورونا في الجزائر بالاتفاق مع روسيا وتصديره نحو أفريقيا. رسائل عديدة حملها خطاب تبون لعلها تهدئ ثائرة المواطنين الذين عادوا للشوارع من جديد خلال إحياء الذكرى الثانية للاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. أعلن اتحاد الشغل التونسي أن نقابات العاملين بالخطوط الجوية التونسية قررت الدخول ابتداء من منتصف نهار اليوم في إضراب مفتوح تتوقف بموجبه حركة النقل الجوي. وأكد اتحاد الشغل التونسي في بيان أن خدمات إفراغ وشحن الطائرات التابعة لشركات الطيران الأخرى ستتوقف كليا، مشيرا إلى أن هذا الإضراب المفتوح سيؤدي إلى توقف نشاط النقل الجوي كليا في تونس. وأوضح أنه يمكن للطائرات التابعة لشركات النقل الجوي الأجنبية الهبوط بطائراتها في المطارات التونسية، لكن توقف نشاط إفراغ هذه الطائرات بسبب إضراب العاملين بالخطوط الجوية التونسية قد يضطرها إلى إلغاء رحلاتها إلى تونس أو تأجيلها. دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى تصحيح المسارات السياسية تلبية لإرادة وطموحات العراقيين لحياة حرة وكريمة. وقال صالح في تصريحات له إن الحاجة تتزايد لتوحيد الجهود واستنهاض همم العراقيين لتعزيز أمن وسيادة البلاد وحماية استقرار وسلام المواطنين. فتحت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون الباب أمام احتمال إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى العراق كجزء من مهمة تدريبية موسعة حديثا لحلف شمال الأطلسي الناتو بهدف دعم القوات العراقية وضمان عدم عودة النشاط لتنظيم داعش الإرهابي. وقالت جيسيكا ماكنولتي المتحدثة باسم الوزارة في تصريحات لها إن الولايات المتحدة تشارك في عمليات الناتو بالعراق وسوف تساهم بنصيبها العادل في هذه المهمة الموسعة. وأضافت أن الولايات المتحدة وشركائها في التحالف الدولي لهزيمة داعش ملتزمون بضمان هزيمة هذا التنظيم، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تتطلع نحو مواصلة المشاورات مع العراق وحلف الناتو والتحالف الدولي. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أنه جرت إعادة امرأة إسرائيلية إلى تل أبيب بمساعدة روسية، وذلك بعد عبورها الحدود إلى سوريا. وكانت وسائل أعلام رسمية سورية وإسرائيلية قالت إن روسيا توسطت لإبرام اتفاق تبادل أسرى بين إسرائيل وسوريا، وتضمن الإفراج عن إسرائيلية عبرت الحدود إلى سوريا بالخطأ مقابل الإفراج عن سوريين اثنين تحتجزهما إسرائيل. اندلعت معركة بالأسلحة النارية في وسط مقديشو فيما أغلقت قوات الحكومة الصومالية بعض الشوارع لمنع احتجاج على تأجيل الانتخابات، ولم يتضح بعد من هم أطراف القتال، فيما نشر المعارض البارز عبد الرحمن عبد الشكور مقطع فيديو له وهو يقود حشدا صغيرا من المحتجين في أحد الشوارع في تحد لحظر الحكومة للمظاهرات. أعرب مجلس النواب بالبرلمان الإيطالي بأغلبية ساحقة عن ثقته في الحكومة الجديدة برئاسة ماريو دراجي، ودعما للحكومة الجديدة صوت 535 عضوا من المجلس النواب بالبرلمان الإيطالي وصوت 56 نائبا ضدها وامتنع 5 عن التصويت. إلى ذلك أعرب مجلس الشيوخ في البرلمان عن ثقته في حكومة دراجي، ووفقا لنتائج التصويت حشد دراجي التأييد من كلا مجلسي البرلمان متجاوزا بشكل كبير عتبة الأغلبية المطلقة.
يقام اليوم مؤتمر ميونخ للأمن افتراضيا بسبب جائحة فيروس كورونا للمرة الأولى منذ انعقاده عام 1963، ومن المقرر أن يستضيف المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد التوتر الذي شب العلاقات بين الولايات المتحدة وحلف الأطلسي خلال السنوات الأربع التي قضاها دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة. ويهدف مؤتمر هذا العام إلى تجديد العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بعد أقل من شهر من تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة. للمزيد من النقاش تنضم إلينا عبر الهاتف دكتور يسرى الشرقاوي المتخصصة في الشؤون الأوروبية. دكتور يسرى أهلا بحضرتك معنا في هذه الجولة. إذن فصل جديد في العلاقة بين الإدارة الأمريكية الجديدة والأوروبيين، يأتي مؤتمر ميونخ، إلى أي درجة بتعتقدي أنه سيساهم بالفعل في تحسن هذه العلاقة؟ أولا صباح الخير، وثانيا أشكرك على دعوتي للمشاركة، ولكن تصويبا للأسف أنا لا أحمل لقب دكتور. ثم ردا على سؤالك المحوري بالنسبة لمستقبل العلاقات الأمريكية الأوروبية على خلفية اختبار ميونخ الذي يمتد من اليوم بإذن الله ولمدة يومين، احنا بنتكلم عن إدارة أمريكية جديدة، إدارة ديمقراطية تصالحية بزعامة الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، لكنها أيضا إدارة واقعية. فجو بايدن في حديثه عن حلف شمال الأطلنطي الناتو، وفي حديثه عن العلاقات التحالفية والدفاعية العابرة ما بين الولايات المتحدة وأوروبا، أكد أن هذا التحالف الدفاعي والعسكري تحالف مقدس، وذلك لوصفه. لكنه أيضا هناك اعتقاد، وليس عفوا ليس اعتقاد ولكنه إدراك على جانبي الأطلنطي أمريكيا وأوروبيا، أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تستمر في الاطلاع بالدور القديم في توفير الحماية والدعم المجاني للدول الأوروبية، فيجب على باقي الدول الاطلاع بدورها سواء كان عمليا، والأهم الشق المادي والاطلاع بدورها التمويلي في عمليات حلف الناتو وفي الأدوار الدفاعية العابرة. نعم، شكرا جزيلا أستاذة يسرى الشرقاوي المتخصصة في الشؤون الأوروبية. بعثت الولايات المتحدة بخطاب إلى مجلس الأمن الدولي أعلنت فيه إلغاء قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران. وأبلغ ريتشارد ميلز القائم بعمل السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بأن الولايات المتحدة سحبت قرار تفعيل آلية سناب باك لإعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران. وفي غضون ذلك قال مسؤول أمريكي لرويترز إن واشنطن ستقبل دعوة من الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مع إيران، ولكنه شدد على صعوبة تصور إحياء الاتفاق النووي مع إيران إذا لم تتم معالجة بعض القضايا الإقليمية. كما أكد أن تعليق إيران للبروتوكول الإضافي ومنع عمليات التفتيش المفاجئة خطوة خطيرة وستواجه برد حاسم. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 409 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 136,000
و490 حالة حتى اليوم. وأوضح دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة أنه تم تسجيل 656 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس، لافتا إلى وفاة 51 حالة جديدة. كما ذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 176,333 حالة و 10,201 حالة وفاة. تستضيف بريطانيا اليوم قمة مجموعة السبعة الافتراضية حول التعاون الدولي بشأن توزيع لقاحات فيروس كورونا. وقالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيدعو خلال القمة إلى التعاون الدولي بشأن توزيع لقاحات كورونا. ووفقا لبيان الحكومة سيستغل جونسون فرصة الاجتماع للدعوة إلى إيجاد نهج عالمي للتطعيمات من أجل إنهاء السياسات القومية والانقسامية التي شابت الاستجابة الأولية لفيروس كورونا. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيتعهد خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع بدفع 4 مليارات دولار لتمويل برنامج كوفاكس العالمي للقاحات المضادة لكورونا. وقال مسؤول أمريكي إن الدفعة الأولى وقدرها 1 مليار دولار سيتم الإفراج عنها بسرعة كبيرة، في حين سيتم الإفراج عن 2 المليارين الباقيين بشكل تدريجي على مدار العامين الحالي والمقبل. ويهدف كوفاكس إلى توفير اللقاحات المضادة لكورونا خلال هذا العام لنحو 20% من سكان حوالي 200 دولة ومنطقة منضوية في هذا البرنامج، ويتضمن آلية تمويل تسمح لـ 92 دولة منخفضة أو متوسطة الدخل بالحصول على اللقاح. أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن تدعم الولايات المتحدة وأوروبا اقترحه بتخصيص ما بين 4% إلى 5% من إمدادات لقاح فيروس كورونا إلى البلدان النامية. وقال ماكرون قبل قمة مجموعة السبعة إن إعطاء الجرعات للدول النامية لن يؤخر حملات التطعيم المحلية يوما واحدا، وأضاف أن تسارع عدم المساواة العالمية يمهد الطريق لحرب التأثير على اللقاحات، حيث تستخدم الصين وروسيا الجرعات لنشر نفوذها. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أشيع عن تحميل المزارعين تكاليف تأهيل وتبطين التراب برسوم قدرها 7000 جنيه عن كل فدان. وقال المركز في بيان له إنه بالتواصل مع وزارة الري أكدت أنه لن يتحمل المزارعون أي رسوم أو تكاليف مقابل تأهيل وتبطين التراب، واضحة أن الدولة تتحمل كافة التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع القومي والذي تقدر تكلفة المرحلة الأولى منه بنحو 18 مليار جنيه.
مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ المشروع بأعلى مستويات الجودة مع الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ. يتوجه وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي غدا إلى مدينة أبوظبي بدولة الإمارات لحضور فعاليات معرض الدفاع الدولي IDEX 2021، حيث تشارك وزارة الإنتاج الحربي في الجناح المصري بالمعرض لعرض منتجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات الدفاعية التي تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي. وتعد هذه هي المشاركة الثالثة على التوالي لوزارة الإنتاج الحربي. من المخطط أن يلتقي وزير الدولة للإنتاج الحربي عددا من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعددا من رؤساء الشركات المشاركة في المعرض، إلى جانب زيارته للأجنحة المختلفة بالمعرض. الآن وقفة مع أخبار الاقتصاد. عقد وزير الإسكان عاصم الجزار اجتماعا لمتابعة موقف إعداد الرسومات التنفيذية والجدول الزمني لتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن مشروع جبال سيناء موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سان كاترين، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير مدينة سان كاترين. ووجه وزير الإسكان بسرعة البدء في تنفيذ المشروعات المقرر تنفيذها ضمن المشروع، حيث كلف الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة بتنفيذ المشروع، مؤكدا أن موقع التجلي الأعظم في مدينة سان كاترين هو مكان فريد من نوعه على مستوى العالم، حيث تجلى المولى سبحانه وتعالى به، وهذا المشروع هو محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، موضحا أن المشروع يهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، وذلك في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سان كاترين. عقدت لجنة دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة اجتماعا برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وبمشاركة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لمتابعة إجراءات صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة. وخلال الاجتماع تم استعراض الجهود التي تمت منذ بدء صرف المنحة الرئاسية وحتى الآن، ومراجعة أعداد المتقدمين للمنحة وأعداد المستحقين لها وشروط الاستحقاق ومراجعة البيانات والتأكد من صحتها. كما تم الاتفاق خلال اللقاء على أن يتم الاجتماع خلال أيام لتحديد الموعد النهائي لبدء صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة. شهد وزير البترول طارق الملا توقيع مذكرتي تفاهم عبر تقنية الفيديو كونفرنس بين شركة شلامبرغير العالمية وجامعتي السويس والمستقبل في مجال التدريب والبحث العلمي لطلبة كليات هندسة البترول بالجامعتين. وأكد الملا عقب التوقيع أن هذه الاتفاقيات تعكس اهتمام الوزارة وشركائها الأجانب بتدريب وتنمية قدرات شباب الدارسين وتجهيزهم لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية، مشيرا إلى أننا نعيش في عصر التحول الرقمي والتكنولوجيا المتطورة، وأن ذلك يستلزم إعداد جيل متمكن وقادر على المنافسة عالميا في كافة المجالات للصناعة البترولية. والآن إلى أخبار الرياضة. تتوجه بعثة الأهلي إلى تنزانيا عصر اليوم استعداداً لمواجهة سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وتغلب الأهلي على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى لدوري المجموعات ليتربع على صدارة مجموعته بفارق الأهداف عن سيمبا،
صاحب المركز الثاني، والذي تغلب على فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الافتتاحية. ويحتاج الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة تيمبا من أجل البقاء على قمة المجموعة. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إجراء قرعة مرحلة المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية الاثنين المقبل في القاهرة، ومن المقرر أن يتأهل 15 فريقا من دور الاثنين والثلاثين الإضافي إلى مرحلة المجموعات لينضموا إلى نهضة بركان المغربي حامل اللقب الذي تم إعفاؤه من المشاركة في هذا الدور. وسيتم تقسيم الفرق 16 إلى 4 مجموعات بوقع 4 فرق في كل مجموعة. نهاية النشرة، والآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر الدائم على دعم الشعب الليبي لاستكمال آليات إدارة بلاده. وزير التنمية المحلية يؤكد ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة. اليوم بريطانيا تستضيف قمة الدول الصناعية السبع الكبرى لبحث توزيع لقاحات كورونا. انتهت النشرة الإخبارية، وفي النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن تردد إكسترا نيوز الجديد هو 11785، معدل الترميز 27500، ومعامل الاستقطاب رأسي. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وقدمنا إليكم هذه النشرة نهى درويش وإيمان الحويسي.